مرحبا كيفك؟ ريسي؟ ايه يا ابني؟ هون؟ أهلاً. أهلاً أهلاً. كيف الصحة؟ صفا إيفو مان؟ الحمد لله خينا نشوف هالوجه الحلو بعد تانكي وشكراً لأستقبلنا ببيتك. أهلاً وسهلا فيك. شكراً شكراً ريسي. شكراً أهلاً وسهلا بكم. أليس سبتيني امرأة رائدة بعالم القضاء بالسياسة بالحكومة اللبنانية أيضاً، تحديتي وواجهتي وأثبتتي وقدرتي أنه المرأة اللبنانية قادرة وقوية. إذا بدي أقولك ببداية لقائنا تكملي هالجملة، بصمتي في الحياة هي أولادي. ليش؟ أولادي لأنه الناس بدها تذكرني بولادي قبل كل شيء، بيقولوا الله يرحم يلي ربيتهم. حلو، خلي لك اياهم. الله يسمع منك. رح نحكي أكثر عن عائلتك بعد شوي. أوكي. بتحبي عيطلك ريسي أو معاليكي؟ من قلبي بقول لك كل يلي بمراحل حياتي كلها بحبها، يلي بيعرفني أليس من المدرسة مش رح أطلب منه يعيط لي شيء ابدا غير أليس. يلي بيعرفني أليس العم، مرت ألبير العم، رجل رائع ما بريد ابدا غير مدام عم. يلي بيعرفني رئيس رئيس، ويلي بيعرفني وزيرة، ما من قلبي بقول لك بكذب وبقول لا ما انبسطت، لا انا بدي اشكر رئيس سليمان انه حط اختياره علي، لانه هي مرحله كثير حلوه بحياتي. ست أليس، انت من خلقتي بمدينه طرابلس. نعم. وانت بوقتها قد ما كنت تحكي فرنسي منيح لابوك بدوغول طرابلس. مظبوط. قد ايه اخذك العلم؟ بي كان يعشق العلم، وامي كانت تقرا كل يوم كتاب بالليل هي وسهرانه، لكن في تلفزيونات ما بنسى من مكتبه لمكتبه تخلص كل الكتب. الوالدة كانت تقرأ كل يوم كتاب، والوالد شيك أبلون قد ما بدك تتعلمي صحتين على قلبك، وكان عنده ثقة بالمرأة، وكانت مدارسنا مدارس فرنسية، وكانوا طالعين جديد من الـ الانتداب الفرنسي، متأثرين الشعب الطرابلسي. كل ما في محاضرة، كل ما في مناسبة كانت ألقي كتير، كان لقائي حلو بالفرنسي واخذ عدة جوائز. ما كنت تلتهي بالأمور اللي بتلهي أبداً البنت بهداك الوقت؟ أبداً 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 أبداً. القهوة عليها الوزيرة أليس سبتيني، هذا الفنجان، هالفنجان بقدر كتير يلي جاب لي اياهم هدية بس طلعت وزيرة. أنا مني وعلي ما بستعملهم كتير لإلي. أوكي. وقت جيبوهن انبسطت، قلت إن شاء الله ما يتكسروا، تخلي لكل ولد ببيته فنجان بعد ما روح، لو فنجان قهوة طول عمري بس حلوين، منظرهم حلو وكمان الفكرة حلوة. يعني بكل مناسبة إنه مرة تصير وزيرة بدون ما تطلب، بدون ما تتعاطى، يجي واحد على التليفون يقلك شو رأيك تعملي وزيرة وعندك لتجاوبي دغري. شو قلتي له؟ شو قلتي له اول كلمه؟ قالوا لي القصر الجمهوري. نعم. بس كانوا محيطي دائما يقولوا لي بكره تشوفي بس يعملوا وزاره بدهم يعوزوكي، وكنت بعدني قاضيه. تلفنوا لي وقالوا لي القصر بده يحكي معكي، الرئيس قال لي بتحبي تعملي وزيره؟ هلا عم نعمل الوزاره. فكرت قلت ما بقى عندي غير شهر بالقضاء، قلت له ما في مانع، وأنا ما في نهار حدا قال لي شيء قلت له في مانع. يمكن إذا كان إجا المانع بعدين بعتذر. صح، بتعتبريها فرصة لإلك؟ فرصة لحتى أنا أشوف كني. قلت له ما في مانع، قال لي هلأ ساعة واحدة الصورة، لبسي تركي جبال وتعي على القصر. كانت 12:10 ساعة واحدة الصورة، وصلت 1:30. قال لي سبتيني، رح نحكي أكثر عن عائلتك بعد شوي. أوكي.
قالي السبتيني أول مرة دخلت فيها المحكمة جمعت الناس تيتفرجوا على الريسة. مش أول مرة، بقينا السنين لأنه سنين يفوتوا يتفرجوا على الريسة. لأنه كنت بجوني بجوني قاضي منفرد. نعم. وكنت متدرجة، يجي رئيس المحكمة تخلص المحكمة يطلع فيهم ويقول لهم شو عندكم، يقولوا له جايين نتفرج على الست علناً. يعني دهشة، يعني دهشة. بجوني كانت هيك، وبطرابلس كانت هيك، يعني وقت ترأست محكمة بطرابلس محكمة البداية، لحتى مع الرئيس كانت مستشارة بالاستئناف بالأول، يقول لهم شو عندكم بالآخر يقولوا له جايين نتفرج على الست. نعم. جمعتي بحياتك هيك بين متناقضين، ما بدي سميهم متناقضين، بس في فرق بين الحنكة السياسية اللي كنت مشهورة فيها والدبلوماسية والأحكام الصارمة بنفس الوقت. أنا بنظري أبدا ما في، طب ما في تناقض ولا تضارب. السياسي أنا بتمنى يعرف ياخذ قرار، بتمنى، يا ريت يا ريت ما بيغير بارودة وياخذ على موقف وضلوا ماشي فيه. لكن الدبلوماسية عندي إياها من أنا وصغيرة. هلا بقول لك، انا سالتيني قبل هلا، قلت لك انا تلفنولي فاجئوني اني بدك تكوني بالوزاره، بحلف يمين عده مرات وعده مراكز بدون طلب. مثلا لجنه الطلاب بالمدرسه، ساعه 4 نخلص مدرسه، هربت، قلت انا لا بدي انتخب ولا بدي. بتلفنولي من عشيه بيقولوا لي نقينك انت بتمثل الطلاب، ماني موجوده ولا عرفتي؟ نعم. يعني من أنا وعمري 15 سنة كنت أشعر أنه من بيي لأمي لكل الناس الأكبر مني تجي تخبرني خبارها لحتى أنا أنصحها شو بدي أعمل. يعني من أنا وصغيرة كانت ثقة الأكبر مني فيي نظراً لتفكيري يجوا لعندي وياخذوا رأيي. بس كمان حطوا عليك فيتو وقتها كنت رئيسة المحكمة العسكرية وكان لازم تتولي مجلس رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بوقتها أحد الأحزاب حط عليك فيتو. صح؟ مزبوط. كان هيدا تقصي لدورك لحجمك ل... ما بعرف، بس ما كانوا راضيين. وصبتي بالخيبة بوقتها؟ إيه، بس مش بالعملي أبداً، بس إنه الواحد بيكون عم يشتغل حسب ضميره وبيجي ناس بتدخلوا من الخارج ما بيفهموا شيء. سياسي بدك تفتشي على مصلحة شعبك بكل شيء بتعمليه، تفتشي على مصلحة الإنسان يعني، وإلا ما تدخلي السياسي. صحيح. أمضيتي بالحكومة 3 سنوات متتالية، كنت تحسي إنه الرجل بالحكومة نفسها الوزير حدك بينظر لك هيك نظرة دونية لفكرك لقرارك؟ كانوا بالأول هيك، بس بالنهاية بفتكر كان كلهم يقولوا لي انه محبوبة كنت. لحتى في احد الوزراء فكري وزير 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 قاعد يصور لي جزاني وسكربينتي يعني. ليش بوقتها؟ شو السبب؟ يمكن كانوا عم يفتشوا انه انا بنت وانا مش معهم سياسيا، بلكي بيجربوا يكسروا لي من معنوياتي، لانه معنوياتي كانت كتير قوية بالوزارة. ما كنت اسكت لهم. الشغلة اللي هي غلط احكي، بس بدون ما اجرح وبدون ما يعني بيكون بدون ما يصير في عداء. نعم. بدي احكي اللي بدي احكيه يعني، منوش عيب. جربوا كتير يحطموني، يحطموكي لاني ماني من جانبهم السياسي، بس مش معناها حطمولي اثروا على معنوياتي ابدا. وما اختلفت أنا وحداً أبداً. نعم. أبداً ما اختلفت أنا، لحتى الصحفية يلي كانوا بالأول كنت أرفع شعري مثلاً أطلع عند الرئيس على القصر بصورة، صوروني عند الرئيس، ما أنا عارفة إنها طلع على قصر جمهوري لازم تزبط شعراتها، ما فرقاني معي. أنا أسكن، أنا إنسانة عم بطلع بتطلع بالإنسان من هون وطلوع، إذا كان أنا مرتاحة على وضعي شو أحلو يأثر علي؟ صحيح. مزبوط يا ملا؟ طبعا. يعني لحتى الصحفيين مرة هيك، بس ما عادوا أبدا لأنه فهموا. اللي سبتيني كيف بتفكر وشو اللي بيهمها اللي حكيناه بأول بارت.
انت مش بس ما اختلفتي، انت صالحتي، كان عندك مزبوط. كان عندك خطوات كثير مهمه بوزاره المهجرين، مزبوط. بلده بريج بجبل لبنان، بس ما انتهى بوقت الملف نهائيا. كنت بتتمني لو انهيتي بوقتك بعهدك؟ قلت لهم انا ولو اذا طلب مني كنت ما بمانع، بس ما عطيوني مصاري، يعني ما إلي عين إلي كيف كانوا يزتوا المصاري غير محل، وأنا ما يعطوني شيء. يعني بشهر تشرين الأول 2016 جاني خبر أنه إحنا يعطوني 10 مليار، 10 مليار سلموني إياهم، يعني آخر الشهر طلع رئيس جمهورية ونحن بقينا بالوزارة لغاية كانون الأول. بس ما بقدر قلك قدي حربت لحتى قدرت أحصل على شوية مصاري وزعهم، بس الناس اتأثرت بطريقة المعاملة. صح، المعاملة يوم بتعاملي بالمساواة كل الأشخاص وكل المواطنين وبتحترميهم وبتعطيهم حقوقهم وبتعترفيلهم بحقوقهم، الناس عندها حقوق وما قادرة تعطيهم. بارحة على الناس بتقولي أنا كنت وزيرة، حلون ينسوني وحياتك، بفوت على البنك بالطريق بلحقوكي، معاملتنا أصلاً واقفة، أول دفعة دفعوها، تاني دفعة ما دفعوها، أول دفعة طيب كيف يعني؟ في أمور كنت عيشتها وناس إلهم حقوق، حرام تروحوا لهم حقوقهم. إنه كل حياتي حربت الظلم، كمان إذا ظلم صح، واحد بيتعامل مع الدولة بتلا خسران، ما بيصير. حضرتك استاذه بقانون العمل، حكينا قبل شوي انه المشكله مش بس بالقوانين، هي بتطبيق هالقوانين. أكيد أكيد. بس برايك يعني هل حيتحسن هذا القانون اذا كنا عم نحكي من ناحيه تحسين حقوق المراه؟ حبيبي انا اتمنى بهالايام انه ما يلحقوا فرنسا مثل ما بالماضي كانوا لحقينا، لانه بفرنسا صار في تسهيلات لصرف الموظفين والاجراء أكثر من الماضي بدون إعطاء الحق للأجير. أنا بنظري اشتغلنا كثير على حقوق المرأة في قانون العمل، وأنا ما بستحي أقول أنه اعتبار الولد تابع لأمه، إذا كان هي مضمونة تستفيد من التعويضات العائلية، أنا اللي أخذت قرار فيه بالمحكمة التمييز. أنا ترأست الغرفة وقتها وقام قيمته المحامية اللي ضدي، كيف بتخلوا مرة تترأس محكمة والحكم لصالح المرأة؟ هيدي مش مرأة ورجل، هيدا إنسان. صح. ولدك لإلك، الولد لأمه، ولهلأ وبكرة بقلك الولد لأمه. أنا بستغرب فوق عذابات الأم وخاصة الأرملة بيجبروا إذا كان زوجة غير لبناني كل سنة كل سنة تروح وتعمل له معاملات تتقدر تفوته على مدرسة تتقدر تسجله. يا عمي إذا كان ما بتكون تعطوا جنسية اعطوا إقامة لغاية 18 سنة إقامة، إذا كان مقيم في لبنان مع أمه اعطوا إقامة، ما بدنا جنسية. في تسهيلات لازم تنعطى، لأنه ياما منهم بيت أدمنهم مشغولين، ما الولد سبحانك يا الله بفتح عيناه وبقول ماما حنان الام وين بتروحي فيه؟ طيب شو اللي عم بيمنع هيدا التطبيق؟ هل هو المتابعه، عدم اعطائهم الاولويه، المراه نفسها عم بتطالب؟ المراه عم بتطالب بجنسيتها بلا عم بتطالب كثير، بس اذا كان في عندكم عائق ما بدكم يصير في خلل، ما بدكم المراه تشجعوا كل هالاغراض على الزواج، الزواج مع لبنانيات، لانه في كثير لبنانيات بيتمنوا يتزوجوا ما فيها، بالقليل يعطوا إقامة. نعم. وبعدين الولد هو ينقي بعد 18 سنة، أنت شوف الدولة كأنك تستفيد منها يا ملا. صحيح. يعني في شكل مش معقولة كمان أنه المرأة كله على المرأة، ها كله. نعم. على المرأة أنه المرأة اللي بدها تروح تركض وتأمن لهم معاملتهم بالدوائر. الأرملة عندك قوانين الأحوال الشخصية شي تعتير. نعم. ولك إذا كان بدك تدفعي قصة مدرسة، صار قصة المدرسة بألوف الدولارات، بدل ما تسهلوا لحياتها كانت رجال ومرأة تيربوا أولاد، هلأ صارت وحدة تربي أولاد، كمان بتكون تعذبوها وتحط محامي وتركض على الدوائر وتنطرنا بكرة العشية. هيدا يلي اتحسس، هيدا الظلم اللي عم تحكي عنه. ايه، وأنا اتحسس كتير مع هالفئة من الشعب، لأنه
الله عطيني كتير وحس حالي محلهم. وإذا كان بدك أحسن طريقة بالفعل تعاملي الإنسان بعدالة، تعامليه مثل ما بتريدي هو يعاملك. صحيح. تحطي حالك محله، تحطي حالك محله، بتقولي أنا شو كنت بدي لحتى أوصل لحقي. وبفتكر هي أحسن أمثلة لإلي بحياتي عنا إيه أنا بخدها. عامل غيرك مثل ما بتحب غيرك يعاملك. قال لي سبتيني لو رجعتي لورا كنت بتختاري نفس القطاع يلي دخلتي عليه أو بتختاري شيء تاني؟ ما بتمنى أبداً لا غير شيء بحياتي أبداً، لا مع أهلي ولا مع زوجي ولا مع أهل زوجي ولا مع أولادي ولا مع محيطي، إن كان بالعمل وإن كان بالحياة الاجتماعية. لا أبداً ما بتمنى غير، لا الحياة حلوة كتير بالرغم من صعوباتها، بالرغم من في أقسى من مرة تروح نصها، الزوج نصي كان، نصي نصي، الناس كلها كانت تقول وتعرف، كبدة ابنها في أصعب منها، بس اللي عنده إيمان بيقطع كل شيء. ولهالسبب قلك عيشي بإيمان بتوصلي، عيشي بإيمان، عيشوا ايه؟ بإيمان، حكموا بإيمان وعدل بتوصل. ايه. البي والأم ضلك طلبي منهم، طلبي منهم، ولو مشغولة بيوصل وقت أنه حل عني، طيب احنا نعمل لك إياها، وربنا هيك إن ضليتك ملقطة فيه ما بيتركك أبدا، ما بيتركك. حلوة كتير هالأمثلة بهال، قبل ما ننتقل على حياتك الخاصة فتحتي لنا هيدا الباب. كتير بحب آخر هالفقرة هون أحكي عن قوة إيمانك اللي واضحة كتير فيك، هالإيمان اللي عطيكي هالثقة الكبيرة وهالخبرة الكبيرة. ليكي أنا شو ما صار معي بالماضي قول ربنا معي، المؤمن ما في أحلى منه بكل الديانات، بكل الديانات. يعني قليلي شو بتحترمي، بقلك أصحابي يلي شمال وجنوب عندي من كل الطوائف وكل يتون يمكن اللي بيربطني فيهم بحسن بإيمانهم، يلي متكل على رب، وشو بدي اتكل عليكي وبدي اتكل على مين؟ على ابني يلي أضعف مني، حتى على حالي بلي أنا أبدا بتكل على ربي. صح. عندي مين؟ كانوا يقولوا لي عندك ملاك حارس، عندي مين نطرني؟ يعني من شو بدي قلك، شو بدي قلك، عندي حدا هيك اي ساعه من كان، ماني سئلاني شو ما صار معي، ماني سئلاني، بقول انا متكله على الله. حلو. ايه بالفقره الجايه قال لي سبتيني وحياتها العائليه واتكالها الكبير على الله قد ايه ساعدها بمحن كثيره بحياتها. عزمتينا اليوم على الغداء من محل ما بتاكلي عادة كله. عادة إيه. من وقت ما توفى زوجك ما عدت تفوتي على المطبخ أبدا، قد ما تفاجأت وكنت كذا سنة خلال حياتي الزوجية، صحيح ما كنت دايما دايما حد بالأكل بالشرب، بس كان اهتمامي صحته، وقد ما كنت أمن أكل 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 بالبيت، بس أهم شيء الدايت لصحة ولا زوجي. الله لا يجرب حدا نياله على الموتين، بس ولا أصعب من هيك لأهل البيت. صح. ولا أصعب، لأنه شفتي ضو الكهرباء كيف تطفيه وبتضويه، هيك راح الزلمي راح، يعني انسطلت وانبهلت وزعلت لدرجة أنه ما بقى في مبرر لحتى فوت على المطبخ. كنت أنا وياه وحدنا بالبيت، يعني المبرر انفقد ما عاد. صح.
لشو بان؟ صدقيني براد كذا سنة ما فاتحة براد. براد مش فاتحة. بابا يعني لك هيدا هيدي الناحية؟ أبدا. ست أليس، زوجك يعني الله يرحمه الطبيب المشهور ألبير العم، بيقولوا إنه ما كان مقتنع بفكرة إنه يتزوج، وأنت اللي أقنعتيه. يعني لا مش أنا أقنعته، حضورك وجودك يعني غير له رأيه. غير له رأيه. تذكريها هديك المرحلة يعني هو كان رافض الزواج، كان فكرة مشهور إنه سليباتير أندورسي، استحى يخبر أصحابه إنه خطب، استحى. قد ما كان مطلعين عنه إنه سليباتير أندورسي، بس لا هو منه لحاله. قلت له طيب أنت لحقتني وأنت رحت كيف؟ قال لي أليس بيوصل وقت واحد بحس بالوحدة قد ما يجيكي. هلأ أنا عشت بيجيكي عز من برا ومركز، طيب حصلتي على كل شيء، سعادتك وين؟ سعادتك البيت والعائلة، حدك سعادتك، هاي سعادة. قال لي أليس الإنسان بيشعر بالوحدة، دونك شعر بالوحدة. الرجل 35 كان عمره 35 سنة وقتها بل فكر يتزوج. بيتك كان يضله مليان بوجود برعب. زوجك مزبوط. مفتوح مزبوط. هلأ بس حدا يذكره شو بيقولوا عنه؟ شو بيقولوا أول كلمة مثلا؟ بحلو في يمين، في ناس بعد بتبكي عليه. لهلأ صار له 11 سنة وأكثر من 9 شهور متوفي. تجي الناس على البيت، تجي على الكلينيك، بتنزل دموع بعد الناس تبكي عليه، الناس بعدها بتبكي عليه. ولادكم مثلكم يعني أخذوا كتير منكم لدرجة إنه حتى أنا بتمنى أقولي من بيون لا منكم من بيون. والله والله كان رجل نادر وجوده، نادر وجوده. كان عنده تفهم، كان عنده محبة، كان عنده طيبة. ما عندك فكرة يعني أنا حتى تدفش مرة هالقد قد بده يكون جوزة بيفهم صح، مش بالأمر الهين مرة بتنجح. ما عنده غيرة من المرأة بشكل عام ومن زوجته ولا بشكل. كل ولادك ناجحين يعني كنت عم تقولي لي إن شاء الله بيكونوا لبيهم، بس كمان بنتك تأثرت فيك كتير. بنتك اليوم قاضي، عندها يعني كتير نواحي من بيّن، وأنا بنبسط لأنه كنت حبه لدرجة بحب، ما بس حبه حب أعماله حب تفكيره، وبشوفهم بأولادي بشوفهم بأولادي. وأنا بتمنى يقولوا أولادي أحسن مني. يعني أنت شو صح، شو أمنيتك بالحياة؟ يقولوا لك ولدك أنجح منك. صحيح. الله يخلي لك إياهم. أمين يا رب. ثلاثتهم كان عندك 4 مزبوط. ما تخليني غص لا بيكم. ابدا مش هيدا قصدي ابدا، بس يمكن ايمانك كان وراء انك تقبل الواقع بس خسرتي ابنك. طالع كان مريض كنت دايما عندي امل انه يصح، بس الايمان ساعدني كثير. لكي ولو ما عندك إيمان ما في مبرر للحياة. كنت بقبر حالي ورا منه. مبررك للحياة هو إيمانك. صح. لو ما بتآمني إنه في غير دنيا وفي الله، ليش بدك أعيش؟ أنا جزء من جسمي، من دمي، من قلبي، إن كان جوزي أو ابني. شو بعد ناطرة قاعدة وحدي بالبيت؟ لو ما إيمانك بتقدري تعيشي. تقولي لي ساعدني، قلت لك هذا مبرر حياتي، إيماني مبرر حياتي. كان الناس بتنتحر، كنت الناس لا، مبرر حياتك إيمانك. الله يرحمهم. أكيد هو الفراق صعب يعني، خاصة عم تحكي عن الزوج والابن، بس برأيك في حزن هيك أكبر من حزن؟ يعني ولا حزن يمكن. الزوج ولا يمكن أكبر أو حزن الابن؟ كنت أنا هلأ عطول ما بروح على دفن. قد ما فيني أبعد عن بتأثر. أنا من الناس يلي عاطفية وصريحة، يعني إذا كان رايحة تعزي بحس مع الإنسان، مش إنه بروح والله واجب
ما بقى أزعل مثل الأول. بعد هيداك الزعل ما أكبر ما ممكن أبدا. تحسي بالوحدة اليوم ست أليس؟ يعني بتشعري بمحلات أنك قاعدة وحدك بهالبيت الكبير الواسع؟ ماني وحدي بالجسد يمكن، بس بالروح ولا نهار أنا وحدي أبدا. ولهالسبب بقول لهم لأولادي وين أنتم مبسوطين خليكم، ما تعملوا شيء لإلي أبدا، ماني وحدي ولا بأي شكل، ماني وحدي. صح حلو كتير طيب الأكل. الفريكة كتير طيبة. عم تشهيني أكل فريكة. أست أليس رح ناخد صورة هلأ أنا وياكي بعد شوي، حطها أنا فيسبوك وأعمل لك تاج. أنا رح حطها على كل مواقع التواصل، إنستا وأعمل تويتر، تا نحكي عن بصمتك ونقلهم للناس ينطروكي قريبا على تلفزيون الآن. البصمة بصمتك؟ لا، بصمتك ومسيرتك. وأنا بفتقر إنها تكون بصمتك. هيدي أنت نقيتي البروغرام وحبيتك كتير وكنا نحبك بالماضي، بس ما احنا كبرك انتي مثل بنتي. معلش يلا تسلمي ست أليس، تسلمي معك، عم تزغريني كتير. شكرا. أنا بعرف إنه كنت تسلي زوجك الله يرحمه بلعب الطاولة. هلا بنلعب أنا وياك. نلعب؟ تعلميني؟ أنا شوي يعني مبتدئة. يا رح أتكل عليك تعلميني. هيكي كل شي بدك بعمل. لاحظت. كل شي. طاولة منبصر بالقهوة وبتتسلي. ورئيس محكمة. ورا. ونعم وعلى القوس. ليكي عندي إسبري دو جروب. ما بعرف شو بيقولوها بالعربي. يعني أنا ساعتي بكون موجودة بجروب بندمج فيه لدرجة إنه ما نهار أنا بدي أظهر حالي إني أنا غير شيء عنهم، بالعكس حدا قاعد على الأرض أقعد معه على الأرض. حلو كتير هالشي. قاعدة على حجرة بقعد على حجرة، ما عندي مشكلة. شو ما بينعمل بينلعب قدامي بلعب معهم، ما عندي مشكلة. أنت جزء من روح الفريق اللي حواليك يعني. إيه؟ بتحب تكوني متناغمة معهم. بفوت على مجتمع ما بفتش، هلا هن الناس بيشدوا فيكي وهيك اوكي مشان تمي زياده يشدوا بلبيهم. صح. بس انا بتتركيني لذوقي، كثير مرتاحه مع حالي. ما بعرف كانك شعرتي عليه. شعرت كثير بهالشيء كثير، انه هيدا السلام اللي عندك. كنت دائما اقول لهم انا قاضيه بالمحكمه بس بالبيت ماني قاضيه. ما كنت اتقبل اني اعتبر حالي قاضية بالبيت وانا افرض شيء. صح. ايه، لانه بتتعلمي من ولادك وما ممكن ولد يعيش بس باوامر او ما ممكن. يعني انا كانوا الناس اوقات بتتساءل انه وحده قاضية بالبيت شو بتكون. نجينا يا رب. لا، بالبيت انا مره والام، ولحتى ما بدي احكي مع مين ما بيتعامل معي، انا انسانه عاديه بس بشغلي ما حدا يمزح معي. ما حدا يمزح معي، الشغل شغل وبالبيت إنسانة عادية. كثير حلو. أنا ووزيرة كانوا يقولوا لي قلن الإنسان إنسان بده يرجع لبيته. برجع بالليل على البيت بحس حالي إنسانة. شو أنا رح أتكل عليك بعد شوية تعلميني لعب الطاولة. ولا كل شي بيصير لي. انتي بدك تروحي هيك؟ انا هيك بدي اجي؟ ايه اكيد. اكيد. أوكي. يعني هون؟ ايه صح؟ اكزاكتلي. قد ايه صار لك ما لعبتي طاولة؟ 11 سنة. من وقت ما توفي زوجك؟ ابدا ابدا. بالنهار قبل بالنهار كنت عم بلعب انا وياه. الله يرحمه. امين يا رب. طيب انا بدي اسالك، نحن وعم نلعب ايه ما
مزبوط. هلأ بالفترة الأخيرة ما قبلت تترشح على الانتخابات؟ ايه أنا مش برأيي أبداً، بالرغم من إنه كتير عم يشجعوني، بس أنا مقتنعة إنه خلص عملت اللي بدي أعمله. هلأ بساعد قد ما فيني، بس النيابة لفترة 4 سنوات بلبنان، ما بتعرفي كم سنة، بتمنى تكون 4 سنوات، بتمنى يجي جيل جديد نشط، لأنه بالفعل الشغل بده نيابة، بده شغل، بدك ركض، بدك تطلعي برا شو فيه وجوا شو فيه، وفي واجبات كتير، خاصة هلأ صار في صوت التفضيلي بدك يكون على علاقة مع كل أهل المنطقة. صح، لهالسبب صعب، بدها شباب. كل بلدان العالم عم يحطوا شباب، يعني شو بيمنع توجه لك للتغيير؟ أنا أتمنى يجي جيل جديد، وبتمنى يكونوا ناس كفؤين، مش لأنهم معهم مصاري، بهمني الكفاءة، بهمني عقلهم يكون وصيتهم يكونوا أوادم، لأنه بيبين الواحد من انطلاقته كأنه، خصوصاً إن هني وصغار بيبقوا نضاف. مزبوط، بيبينوا شو بدهم يعملوا، بيبقوا نضاف. على سيرة الجيل الجديد، عندي صبية اسمها أنجي سابا، هي عم تدرس قانون، وهلأ هي محامية بالتدرج. بدها تسألك سؤال لألك بالتحديد، ويمكن من خلال سؤالها رح تجاوبي يمكن جيل جديد. شلو. مرحبا، اسمي أنجي سابا ودرس حقوق. وقت كنت بعدني طالبة بالجامعة كنت أقدم بروجرام على التلفزيون. وقت تخرجت قررت أترك مجال الإعلام وكفي بمجال الحقوق يلي هو اختصاصي. في ناس ما شجعوني على هيدي الخطوة لأنه بيعتبروا إنه هذا المجال، مجال الحقوق، هو حكر على الرجال. وأكيد في كتير ناس بالعالم العربي بيشككوا إنه المرأة القاضية بتحكم أكتر بقلبها وعاطفتها من عقلها. قديه كان صعب عليك إنك تكسب ثقة الناس بهذا المجال، خصوصي إنك من أوائل النساء القضاة بالعالم العربي؟ وشو هي النصيحة يلي فيك تعطيني إياها اليوم في حال قررت خوض ذات التجربة؟ حلو سؤالها. سؤالك كتير حلو، كتير حلو، وهي حلوة البنوتة. أنت اخترتي إنك تتركي مجال الإعلام لحتى تشتغلي بالحقوق. أنا سبق وسألوني، قلت لهم ما بتمنى غير بمسيرتي شيء أبداً. نحنا ما كان في نساء بالقضاء بالأول، ولحتى بالمحامات، أنا لحتى بي مانعني روح على العدلية بالأول، اضطريت أخذت وقت وأنعته أنه لا أحني فوت وأتسجل لأني درست حقوق. إذن أنا على أيامي لحتى البنات كانوا كتير قليل لحتى بالمحامات. هلأ صرتي بتفوتي على عدلية بيروت بتشوفي المحاميات أكثر من المحامين بقاعة القصر، بقاعة القصر. بتفوتي على المحاكم، في محاكم أعضاء المحكمة الرئيس والأعضاء كلهم نساء. إذن صار المجال كتير مفتوح قدام الآنسة أو الإمرأة إن تخوض هالمعركة وتفوت على مجال القضاء. المحامية مش مسكر، في امتحان، بس أنا إذا كان أنت محامية أتمنى عليك إنك تنجحي بانتقائك للشخص اللي بدك تفوتي لعنده على المكتب. كتير مهم المكتب يلي بتتمرني فيه وبتعملي التدرج فيه قبل ما تقدمي تصيري محامية بالاستئناف، هذا واحد. اثنين، بالمحامات في مغامرة ويمكن في ربح أكتر بكتير إذا كان أي شو ما اشتغلتي بتاخدي نسبة مئوية. بالقضاء منك موظفة أبداً، بتصيري سلطة، بس إذا كان بالفعل بدك تشتغلي ما لازم تفكري أبداً أبداً بالمادة، يعني شو من كان معاشك. أنا مرقت بفترات الخدمة يلي عندي وحدة من الخدام كانوا ياخدوا أكتر من معاشي كقاضي. إذن بدك تعرفي إنه مع الدولة ساعة معك تلوع ساعة نزول،
الوضع المادي ما لازم تفكري فيه، بدك تدرسي في علم أكتر بكتير بالقضاء، لأنه بدك تدرسي شو أنت قلتي كمحامية وشو خصمك قال كمحامي، وتكوني أعلم منه اثنينتهم وتقولي شو الحقيقة اللي يلازم ينحكم فيها. إنما القول إنه المرأة بتحكم بقلبها أكثر من عقلها مش مظبوط. اسمحي لي إنه قلك هذا كلام مغلوط 100%، لأنه هيدي إضافة للمرأة وللمتقاضين يكون عندهم إنسان بحس معهم وبيحكم بعقله، بحس معهم وبيحكم بعقله وبيحكم بعقله. شخص قاضي بتحسس معك ومع المتقاضين، مش معك أنت، مع المتقاضي إن كان أنت أو خصمك، تيحكم بالعدل، هيدا بيحكم أحسن بكتير مما يحكم بس بعقله، لأنه لحن القوانين، القوانين انحطت لخدمة الناس مش لحتى تظلم الناس. ولهالسبب القانون كل واحد بيقريه على ذوقه، والمرأة بتقدر تجتهد والإنسان بيقدر يجتهد. عندك قضاة رجال بيحكموا بقلبهم وعقلهم مثل ما المرأة بتحكم بقلبها وبعقلها، بتحس بقلبها وبتحكم بعقلها من بعد الإحساس. كما عندك نساء مجردات من الإحساس، ورجال كمان نفس الشيء. ما تفكري أبداً رجل وامرأة، نحن أنا بنظري ربنا خلقنا مختلفين، منكمل بعضنا، بس ما بيمنع، ما في كمال على الأرض، بدك تشتغلي على حالك تتوصلي الناس على حقوقها إن استمريتي بالعمل في مجال قانون القانون. حلو كتير ست أليس. أنا بدي أسمح لحالي أهديك كتابين، عم بختار كتابين لضيفاتي الكريمات، لكل شخص كتابين باللغة العربية. هلا مش بالضرورة أكون قريتهم كلهم، مشان هيك بجيب نسخة إلي ونسخة إلي. سي جونتي. وبركي بس نلتقى مرة تانية بنحكي بالكتب. تربيان. رح أهديكي عقل سيء السمعة لكاتبة سعودية اسمها زينب حفني. هي هيك اشتهرت بأنه تغرد خارج الفكر الخليجي. نعم. ودكتورة نوال السعداوي كتبت كتاب موت الرجل الوحيد على الأرض، شرفتني كان لي لقاء معها ببصمتي الموسم الماضي، كانت من أحلى الحلقات. وهذا الكتاب بحبه كتير. ايه مهمة جدا هي، عكل حال نوال السعداوي. بتمنى نلتقى قريبا وناخد آراء بعضنا إن شاء الله. عقل السيء السمعة، أنا شخصيا فضل أقول إنسان سيء السمعة. مش العقل بخليكي، السمعة هي من التصرف اللي بيظهر قدام الناس. نعم. العقل العقل باطني. صح. يمكن يكون الشخص بعقله. ألا أنا ليه عم قلك هالكلام؟ أنا كنت قاضية وحكمت 41 سنة، ما بحياتي بنسى دعوة. إذا كان قلتي لي وقائعة ما بتطلع مين أصحابها، ما بعرف مين أصحابها، ما بتطلع بالإنسان، بيقدر يكون أكبر إدمي وغلط غلطة أنا بحكمه على هالغلطة فقط. صح. أنا ما بحكم عقل بكامله، الله اللي بحاكم، ربنا اللي بحاكم. أنا ما بقدر حاكم إنسان. أنا عم تطلع فيكي حبيبتك وشايفتك حلوة ومظهرك وكل شيء، بس أنا تأحكم عليكي شو في بينك وبين نفسك، أنا ما بسمح لنفسي. لهالسبب بقلك رجل أو تصرف سيء السمعة بقبله، لأنه أنا حكمت ناس، حكمت ما إلي عين قلك بتحكمي بالإعدام، بتحكمي بال... بس بتحكمي على فعل أو على خطأ مخالف للقانون، وبتوجب علي أني أفرض عقوبة على هالعمل. بس ما عم بحكم على إنسان، يمكن يكون أحسن مني هالإنسان. صح. مجموعة أسئلة سريعة. أوكي. ست أليس، بدي أسألك هون وبسألهم هن نفسهم لكل ضيفاتك. أوكي. أوكي. شو بيخطر ببالك أول جواب جاوبيني؟ لو كنت على جزيرة معزولة، ما هو الكتاب الوحيد يلي بترغب يكون معك؟ يمكن لألي الإنجيل. نعم. ما هي أهم مفاجأة تلقيتيها بحياتك؟ موت زوجي. مفاجأة سيئة؟ مفاجأة جيدة؟ جيدة ما بقلك كتار، يوم تعينت وزيرة مثلا.
مين هن المطربين أو المطربات العرب المفضلين عندك؟ أنا بحب فيروز كتير. شو بتفضلي أكتر، المسرح، السينما أو الفن التشكيلي؟ والله السينما مش بطالة. أي شخصية تاريخية بتتمني لو عشت بزمنها؟ أنا عايشة بهالزمن وكتير مبسوطة. قدي بتبلغ بالمية نسبة اهتمامك بالمظهر باللوك؟ قدي بالمية تقريباً؟ مش أكتر من 1 أو 2%. 2%، 1 أو 2%. حلوة كيف ما كنت، حلوة من جوا ومن برا. هيدي نعمة من الله. صح. أي مقولة أو مثل أو حكمة بترددية أو بتشتغلي فيها أنت، بتشتغلي عليها كل يوم؟ عامل غيرك مثل ما بتريد غيرك يعملك. ماشي. من 1 على 10 ست أليس، بعد كل إنجازاتك بالحياة قدي بتحطي لنفسك علامة؟ من 1 لـ10. 8. 8. برافو. لأني بغلط وغلطت وبجرب صلح وبعرف اعتذر، ما بستحي اعتذر. الله يطول بعمرك. بعد كم سنة، خليني أقول بعد 10 سنين، وين بتشوفي حالك؟ وين بشوف حالي؟ حد ولادي. حد ولادك. حد بنتي أكتر. أنا بدي أشكرك على هاللقاء، أشكرك على استضافتنا ببيتك. أهلا وسهلا. وبدي أخذ أنا وياكي صورة حطها على فيسبوك وأعمل لك تاج لإلا ونعمل تاج للتلفزيون. وأنا رح يعني أطلب من المشاهدين على كل مواقع التواصل بعد شوي على إنستا وعلى تويتر ينتظروا حلقة أليسا شبتيني قريبا في بصمة مسيرتي على تلفزيون الآن. متصور؟ إيه ما في مانع. نو سيلفي. نو سيلفي.